الفل من جديد. انتم معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام. وخليني ارحب بالصديق العزيز والمؤسسه الجميله العزيزه ايضا معانا استاذ محمد. انا اتلخبطت. لا عشان بأستاذك. انت تقول اللي انت عايزه. انا بأستاذك. انا مش متعود ان بينا نأستاذ. انت تقول اللي انت عايزه. ازيك يا محمد؟ صباح الفل. ازيك يا احمد؟ صباح الخير. المدير بص لسه اصلا هقرا المدير التنفيذي لمؤسسه قصر عيني للطوارئ. بس انا عمال اقول هو انا بقرا الكلام ده ليه؟ الموضوع بينا ما بقاش كده. احنا اصحاب. ازيك يا محمد؟ صباحك زي العسل. وكل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك كده ان شاء الله. هو دايما الناس في عيد ميلادها بتوه تقريبا. لا 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 انت بس عشان ايه يعني تقريبا احتفلت في حاجات كتير وفي اماكن كتير فتقريبا انت نسيت محمد. اقدمك بالطريقه بتاعتي يعني. ايوه صديق العزيز محمد عبد الوهاب. ايوه بالظبط كده. مطرحك ومنور الدنيا كلها. وتحيه لمؤسسه قصر العيني لدعم الطوارئ يعني على كل الحاجات الحلوه اللي بتتعمل. وتحيه للصبحويه الجدعان اللي ليهم دور عظيم الحقيقه في اللي بيعملوه. صباح الخير يا احمد. وكل سنه وانت طيب وخير وسنه سعيده عليك ان شاء الله. وصباح الخير على كل مستمعينك ومستمع 90 وصباحك ومطرحك اللي من اول ما بدأنا معاهم وهم ما سابوناش لغاية النهاردة وان شاء الله مكملين سوا. رمضان جانا يعني بص خلاص الواحد بقى يعني حاسس كده ان كأن بكرة رمضان بالفقرة بتاعتك الجميلة انت كنت عاملها من شوية وكانت يعني مكملة ان شاء الله. ورمضان كريم على كل الناس وعلينا جميعا يا رب وعلى مصر كلها. لكن مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ اكيد استعداداتها للشهر الكريم مختلفة. ان في ناس بتستعد لرمضان تجيب فوانيس، ناس تجهز المستلزمات الرمضانيه، ولكن مؤسسه قصر العيني عليها عاتق يعني على عاتقها مجهود ومسؤوليه كبيره جدا علشان برضو في ناس مع دخله الشهر الكريم في مؤسسه قصر العيني المريض ما بيختارش الوقت. صحيح. ما بيختارش الوقت. صحيح. اللي هيدخل فيه الطوارئ. صحيح. فايه بقى؟ بص الاول صباح الخير جميعا وشكرا لكل مشارك معانا وشكرا لكل داعم للمؤسسه وشكرا لكل واحد عامل خير معانا. احنا بقالنا سنه بنتكلم في جهاز قسطره اوعيه دمويه طرفيه للقصر العيني والجهاز وصل والجهاز بيتعمل ايه والجهاز بيتعمل ايه. ويونس كل يوم يكلمني يقول لي احنا اشتغلنا ولا لسه، احنا هنشتغل امتى، احنا هنعمل امتى. بص انا يعني بقول لكل الناس ان انا نفسي الجهاز يشتغل النهارده قبل بكره، لاني يعني تشغيل الجهاز وبدايه يعني استقبال مرضى اكتر وبدايه استقبال ناس محتاجينه اكتر ده يعني حاجه تسعدنا جدا. بما انك عمال تسالني على الجهاز كل يوم وتقول لي وصلنا لايه، وصلنا هو ده السؤال السخيف بتاعي بتاع كل يوم. انا بالظبط كده. لا طبعا دي حاجه تفرحنا. الوحده انا كنت متخيل بما اني يعني من العاملين في المجال وبما اني من الموجودين انها هتخلص بسرعه، بس اتضح لا ده 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 ليه ترتيبات كتيره وليه تركيبات كتير والتجهيز نفسه والتركيب وقت ممكن يتعدى الخمس شهور. ياه. يعني انا كنت متخيل ان هو لا مجرد ما الجهاز وصل يلا بينا هنركب يلا بينا هنشتغل. لا الشركه كانت عامله لنا سيرفي عن الموضوع وكانت حكيت لنا عنه، بس فعلا انا كل يوم بنزل الوحده كل يوم بنزل ابص اشوف وصلنا لايه، كل يوم بنزل اشوف خلصنا ايه. يعني اقدر اقول لك ان كل حاجه دلوقتي ان شاء الله جاهزه على ان الجهاز يقرب يشتغل باذن الله في خلال يعني ان شاء الله قبل رمضان هنكون مشغلينه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني وهنبشر الناس في رمضان ان الجهاز يشتغل ان شاء الله ان شاء بس الله. بس البشره دي بقى هنقولها ازاي دي انت بقى وتواصلك انت بقى وتواصلك بقى ما تقلقش هنقولها لهم احنا معاهم في رمضان نروح من بعض فين باذن الله باذن الله. نروح فاصل ونكمل كلامنا تاني ولسه اكيد عايزين نعرف شويه حاجات وعلشان لو في صبحاوي جديد لسه بينضم لعيله الصبحاويه وفي حاجات كمان تانية غير الجهاز اكيد اكيد عايزين نعرف كل الدنيا ايه حاليا ونطمن علشان كل الجدعان الطيبين المصريين يكون ليهم هم معنا. المشاركين معانا فعلا. صباح الفل جديد لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 ولسه ضيفنا استاذ محمد عبد الوهاب مدير تنفيذي لمؤسسه قصر العيني لدعم الطوارئ. وبدانا وقلنا المقدمه الجميله وانت شكرت كل الجدعان المصريين على الدور اللي عملوه. عايزين ندخل في الصميم بقى. طيب بص هقول لك على حاجه، في اجهزه بيبقى تكلفتها ملايين بس الجهاز ده ممكن يقف على كابل ب 10,000 جنيه. في جهاز ممكن يكون تكلفته جت واتدفعت واشتغل وكل حاجه بس عطل بسيط او حاجه هو استهلاك، هو مش عطل ان هو عطلان لا هو استهلاك بيقف على حاجه بسيطه قوي. الحمد لله احنا قدرنا في خلال الايام اللي فاتت ان احنا نعيد تشغيل اكتر من 40 مونيتور في الطوارئ
بدعم كل المصريين قدرنا نجيب لهم الكابلات بتاعتهم، قدرنا نجيب لهم الوصلات الخاصه بيهم. هي طبعا مصطلحات علميه فمش عايز اقولها بالاسم العلمي عشان ما لخبطش الناس، لكن لا بالظبط يعني. كده لكن هو وصلات كابلات ماسكات خاصه بيه زي مثلا الفنتريتور جهاز التنفس الصناعي زي الحاجات دي. التكلفه الحمد لله في خلال الايام اللي فاتت دخلنا للطوارئ مجموعه من اقول إعادة التشغيل أو استمرار التشغيل، خلينا نقول استمرار التشغيل أجمل، بأكتر من 250 ألف جنيه. ولسه في حاجات تانية في الطريق. طبعا الناس كلها عارفة أن الأسعار متذبذبة والأسعار متغيرة كل يوم، فده طبعا هو اللي بيأثر معنا. تعرف أنا جاي في بالي من كام يوم مع لخبطة الأسعار والدولار وخلافه، قلت الحمد لله أن الجهاز جه. أنا كنت أحكي لك على أن الأسعار بتاعته وصلت كام، ويعني اسعار بتاعته اكيد انت بتتكلم في نقطه كبيره، اسعار اتغيرت تغير رهيب. ده الاجمل بقى من كده ان فضل الجزء الاخير من ثمنه وده بيدفع بالدولار. فانت طبعا بتدفع بسعر السوق المصري وبتدفع بسعر الجنيه المصري وكل حاجه، لكن ده بقى الجزء الاخير. عارف ده مش هقول لك عامل لنا يعني قلق قد ايه، لكن فرحانين ان المصريين بيكملوا معنا. يعني ان شاء الله ان شاء الله قبل رمضان هنقول لهم ان شاء الله ان شاء الله يكون الجزء الاخير اتجمع. لو حد بيفتح الراديو دلوقتي وسمعنا عمالين نقول الجهاز الجهاز الجهاز، معلش عايزين نفكرهم ايه الجهاز ده وبيعمل ايه ووصوله للقصر العيني. ده جهاز قسطرة اوعية دموية طرفية، بيساعد المريض اللي عنده جلطة او اللي حصل له نوع من انواع انسداد في الشرايين الطرفية الخاصة بيه، ان ان شاء الله باذن الله وكفاءة اطباء مصر العالميين في القصر العيني ان يرجع تاني للحياة مرة اخرى. ايد حصل فيها انسداد، رجل حصل فيها تمدد في شريان، حصل فيه انسداد في وريد، يقدر ان هو يدخل بجهاز القسطرة ده يوسع له المكان اللي حصل فيه الانسداد، واذا كان محتاج لتركيب دعامة او تركيب اي حاجة من اللي تقدر ترجعه مرة اخرى الجهاز هيساعده في كده. الجهاز ده كان تكلفته وقت ما احنا اشتريناه، طبعا انت متابع معانا من بداية الشراء بتاعه في 2023، كان 550 ألف دولار، بيعادل تقريبا حوالي 21 مليون جنيه بالمستلزمات بتاعته بالتركيب بالتشغيل لغايه يوم ما يشتغل، بيعادل حوالي 21 مليون جنيه. طبعا الحمد لله اول ما قلنا هنشتري الجهاز الحمد لله الدفعه الاولى دفعت، قلنا ان الجهاز وصل الدفعه الثانيه للاستلام اتدفعت الحمد لله، فاضل الدفعه الاخيره اللي هي بتاعه التشغيل، ودي اللي بشكر كل الناس ان هم مدعمنا ومكملين معانا فيها، وباذن الله قريب هنقول لهم ان هي اتجمعت بدعمهم. طبعا طيب انا بسمع وعايز اشارك، عايز يبقى ليا نصيب في العمل الكبير العظيم للقصر اللي بيعمله، اعمل ايه؟ يفتح تطبيق انستا بيم على موبايله دلوقتي ويختار دونيشن. طب نمشي خطوه. طب يلا نفتح انستا بي، يلا كلنا مع بعض هنعمل نفس الخطوات اهو، انا معاكم، هنفتح انستا باي مع بعض. لو التطبيق عندك بالعربي هتختار تبرعات، لو التطبيق بالانجلش هتختار دونيشن. لا مش سند ماني، دونيشنز على طول. دونيشن على طول اهو، تمام. هتدخل قائمه الاختيارات، هتطلع لفوق شويه هتلاقي مؤسسه قصر العيني لدعم الطوارئ 190 190، اهي قصر العيني بالكي عشان ما تدوروش بالاي، قصر أيوة كي بالظبط، ونكتب الرقم يعني مثلا نجرب اهو، يعني بصوا يعني اي رقم انا حطيت 100 جنيه يعني انا مش هقول لكم حطيت 100 جنيه. والله يا احمد ده يعني تبرع كريم منك. فلا ده ما اسموش تبرع، ده اسمه واجب. ده بص يعني انت راجل دايما مشارك في الخير، ويعني وانا مش عايز اقول للناس كلها انت ايه اللي بتعمله دايما معانا، بس انت طبعا يعني مشاركنا دايما في الخير. بنعمل اللي هو خلينا نتفق على حاجه يا محمد، ان 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 لما يبقى جهاز زي كده هيخدم المصريين. مظبوط، بيخدم الناس ببلاش وبيخدم كل الفئات، ما بيميزش بين ده وبين بيخدم ده، بيخدم الجميع بالمجان. القصر العيني بالمجان وهيفضل طول عمره بالمجان. مستشفى كل المصريين وكلية طب قصر العيني جمعت كل المصريين. مشاركتك وتبرعك على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر، البنك الأهلي، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، وطبعا تطبيق انستا باي زي ما أحمد يونس شارك معانا، وفوري على كود 9137. هنروح فاصل وهنرجع تاني، بس عايز أقول لكم إن زميلنا العزيز محمد صابر بعت لنا دلوقتي قال لنا إن في زحام في منزل كوبري العروبة في صلاح سالم علشان في ماسورة مية اتكسرت قدام مستشفى الأمراض العلمية. العقلية العقلية، أسفة العقلية.
بالاتجاه اللي جاي من مسجد الرحمن الرحيم ومتجه لأرض المعارض ومناطق مصر الجديدة، أسفر عن كثافات مرتفعة، وتم اختار غرفة عمليات محافظة القاهرة وإرسال شفطات لرفع تراكمات المياه. طيب اللي جاي من كوبري الفردوس ونفق الأزهر ومتجه لمناطق مصر الجديدة يعمل إيه؟ يروح شارع السكة البيضاء ومنه محور النصر، وكمان يروح على محور الخليفة المأمون. تاني الزحمة فين؟ منزل كوبري العروبة في صلاح سالم، في ماسورة مياه مكسورة وموقفة الدنيا تماما. خلي بالكوا وتوصلوا بألف سلامة. صابر بعت لك السلام بالمناسبة. سلم لي عليه كتير. بعت لك السلام دلوقتي. سلم لي. مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM، ولسه كلامنا مع مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ لا ينتهي، وكلام جدعنة وكلام مصريين جدعان زي مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ. اهتمامها وشغلها الشاغل هم المصريين، وخدمة كل مستحق وكل الناس اللي بتدخل تبقى يتقدم لها كل اللي هي محتاجاه، وده مجانا. محمد، احنا الكلام عن الجهاز انا سامحني بقى طبعا. مش هبطل طبعا. الكلام عليه غير لما تكلمني تقول لي الجهاز اشتغل خلص وانت اللي هتصور نفسك وتقول لي خلاص الحمد لله تمام وفلوسه خلص باذن الله باذن الله. هل في حاجه تانية مثلا يعني الناس يكون ليها دور فيها، ولا هو انتوا كل اللي شغالين عليه دلوقتي الجهاز بس؟ لا، احنا مش كل اللي شغالين عليه الجهاز بس. بص، احنا من اسمنا مؤسسه قصر العيني دعم الطوارئ، اي حاجه بتحتاجها الطوارئ فيها امكانيه ان احنا نقدر نجيبها، او في النشاط بتاعنا ان احنا نقدر نوفرها لهم، اكيد بنوفرها. يعني في الوقت اللي احنا بنقول فيه جهاز الأسطرة بيتعمل التركيب بتاعه، بيتعمل الوقت الخاص بالتشغيل قرب، وبنجمع بقية المبلغ بتاعه، الطوارئ احتاجت زي ما قلت لك كده مستلزمات استمرار التشغيل الخاصة بالأجهزة زي الفنتريتور وزي التنفس الصناعي وزي المونيتورز وزي الحاجات دي كلها. كان قرار دكتور ماهر فوزي رئيس المؤسسة ومجلس الإدارة كله ان احنا لازم نشارك معاهم، لازم نجيب لهم الحاجات دي، لان الحاجات دي زي ما بنقول دعمك انقاذ حياة، هي الحاجات دي انقاذ حياة. يعني ايه مريض يدخل يلاقي فنتريتور عطلان، او ايه مريض يدخل يلاقي المونيتور اللي بيجيب القرايات بتاعت الرسم القلب او بيجيب قرايات الاكسجين بتاعه ايه عطلان. فده ده 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 طبيعي ان احنا لازم نشارك فيه. فهي مشاركتنا مش جهاز بس، لكن هو التفكير في جهاز. الجهاز يا احمد فترة تشغيله مدة طويلة، وفترة تشغيله لمرضى كتير. فلما بنقول هنجيب جهاز او بنقول هنعمل وحده كامله زي وحده أسطرة الاوعيه الدمويه الطرفيه، زي ما عملنا قبل كده وحده الاشعه الكامله في الطوارئ الجديده، كل ده هي وحده استفادتها كبيره وعدد المنتفعين منها كتير. فهي دي الفكره. على فكره برضو من ضمن ان الايام دي في حاجات ناقصه في الطوارئ، والطوارئ محتاجاها. حاليا احنا بندرس امكانيه ان احنا نقدر نشارك فيها، وبندرس امكانيه ان احنا نقدر نجيبها بدعم كل المصريين المشاركين معانا واللي واثقين فينا، واللي احنا بنشكرهم على ثقتهم ومشاركتهم المستمرة معانا. طيب كل واحد بيسمع دلوقتي مع اقتراب رمضان ومع دخول الشهور اللي الناس بتحب تتكاتف وتقف مع في ظهر بعض. صح، فيها كلنا كده مصريين كلهم كده جدعان وحابين المشاركة الخير في الفترة دي، ده حقيقي جدا. جرت العادة ان هو دايما انا مع دخلة الشهر الكريم انا افكر في الاكل، افكر للناس في الاكل، لكن احنا هل فعلا محتاجين نغير يعني او نضيف لثقافتنا شوية في حتة المساعدة وشغل يعني او اعمال الخير حاجه زي كده؟ بص، احنا بنقول دايما دعمك انقاذ حياه. فلو مريض ربنا سبحانه وتعالى شفاه على ايد القصر العيني، اكبر كليه طب من اكتر من 190 سنه فتح ابوابها للناس بالمجان، لو ربنا شفاه على ايديهم وروح بيته قبل رمضان وقضى رمضان مع اسرته، شوف بقى تخيل انك انت يعني حلوة تفرح بدي قد ايه. انك تكون سبب حد يخف ويقعد رمضان كده في وسط ولاده. جهاز أسطرة لما جينا نفكر ان احنا هنجيبه، اتقال لنا ان العدد المنتفعين منه او المستفيدين منه هيتعدى 500 حاله سنويا. في ناس بتقول 500 ايه ده قليل. لا، هقول له لا مش قليل. 500 لو رحت تعمل اي حاله منهم في اي مكان خاص او في اي مكان بفلوس، تخيل هتكون تكلفتها كام. لما مريض محتاج ان هو يعملها واستطاعته مش قادر ان هو يكملها، وجامعه من اكبر جامعات مصر زي كليه طب جامعه القاهره تقول له تعالى انا هعملها لك ببلاش عشان انا عندي الجهاز اللي يقدر يوفر لي العدد بتاع المستفيدين، تخيل انت كده عملت مشاركة خير قد ايه. تخيل انك انت دخلت رمضان بتقول مريض كان ممكن لا قدر الله يحصل له مضاعفات، توصل لباتر في الرجل او قطع في الايد، المريض ده روح وكمل رمضان مع اولاده ومع بيته وهو فرحان.
فيعني شو مشاركتك مشاركتك هتعمل ايه؟ اتفق جدا معاك وده فعلا لازم كلنا نفكر ان من ضمن عمل الخير اللي بنسعى ليه مش في رمضان بس في طول السنه. وفعلا انا عايز اقول لك مش عايز اقطع كلامك يعني. لكن احنا فعلا طول السنه شغالين دعم، طول السنه شغالين اي حاجه الطوارئ محتاجاها بنكملها لهم، طول السنه المصريين موجودين معانا ومشاركين معانا في الخير. نفكر الصبحوية الكرام ازاي اكون سبب في مشاركة وساهم في انقاذ المرضى من خلال مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ. يقدر يشاركنا ويقدر يكون مشارك معنا زي ما هو فعلا مشارك معنا في الخير على حساب مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ 190-190 بكل فروع بنك مصر والاهلي والتجاري الدولي والعرب الافريقي الدولي والاهلي الكويتي والمصر الخليجي وتطبيق انستا باي وعلى فوري كود 9137. أستاذ محمد عبد الوهاب مدير التنفيذي لمؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ، نورت الدنيا. بنورك يا أحمد، وعايز أقول لكل مشاركينك إن يعني هتسمعونا كتير وهتبقوا يعني هتعرفوا أخبارنا كتير، وأخبارنا كلها دايما حصرية عند أحمد يونس.